مبين لسه ما طلعوا. أبي سلمة هذا وقتهم. ها ليك الطريق من الفيلا. عندهم معها تعليم انجليزي كل يوم بيفتح ساعتين، بيطلعوا من الفيلا الساعة واحدة وبيرجعوا عليها الساعة ثلاثة تمام. وهذا الموعد ثابت؟ من سنتين ما تغير، كل يوم على هالمنوال. أصبح لازم نضرب ضربتنا بهالوقت. وأنا هيك عم أقول. درست جغرافية المكان؟ درسته، كل الشبابيك عليها حديد وما في ولا منفذ تاني إلا شو؟ إلا الباب الرئيسي. أصبح نفوت من الباب الرئيسي، هيك فيها ثواب أكتر. شلون؟ لا تتدخل، هذا شغلي أنا. أمرك مدام. السلام عليكم. لو سهلا مرحبا وعليكم السلام والإكرام، أهلين وسهلين ومرحبتين. مين المعلم هون؟ أنا المعلم مأمور أخي. المدام نازك فوق بالسيارة بدها تسألك سؤال. إيه؟ على عيني انت والمدام ناصر، كميت مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين، تفضل. مينو هدول معلي؟ شو بعرفني؟ بس باينتهم اكابر كتير تقال. هي شبح ما هيك معلي؟ والله ما بعرف، يمكن نملي. يعني خنزيره؟ لك خلاص هلا. انت المعلم؟ انا المعلم، خدامك ابو العز. شكروا لي بمعلميتك كثير يا ابو العز. الله يخليها. مو انت اللي عملت لنا المنجور للست انصاف؟ معلوم انا اللي عملت لها المنجور. الله وكيلك هالست انصاف ما في منها، عملت لها منجور خشب وابواب ومنجور المنيوم خشب كندي. الله وكيلك شي بيرفع الراس، وهي كمان ما قصرت والله، اكرمتني اكرمتني تماما. يعني شرفي شرفي مدام، يخلي لنا اياكي. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضلي تفضلي. يا اهلا وسهلا ومرحبا. نحن كمان ما حنقصر معك باذن الله. أنا شفت شغلك عند الست إنصاف والحقيقة عجبني كتير، الله يعطيك العافية. أنا بأمرك مدام. مشان هيك قررت أنفض خشبية الفيلا وغير المنجور، هذا إذا كنت فاضي طبعاً. ولو يا مدام، أنت بتأمري أمر، ولو كنت مالي فاضي بفضي حالي أصلاً مشانك، شو الشغلة المهمة؟ بس بدي شغل نظيف ومتقن، هاي عم فهمك من هلأ. ولو يا مدام، أنا شغلي عدي زيام، اسألي عني مدام ناصك، اسألي عني سوق. هو صحيح انا باخذ شوي زياده عن غيري، بس القرش اللي عم تدفعيه عم تحطيه بمحله مدام، ما بتندمي عليه منو؟ ما بتندمي شو الحكي؟ المصاري مو مشكله، خذ قد ما بدك. بتعرف عنوان الفيلا؟ لا والله يا مدام، ما حصلنا الشرف قبل هالمره. انا ساكنه بفيلا الاحلام، قبل فيلا الست انصاف بشي 100 متر على نفس الصف. ايه ايه عرفتها، موقع حلو، سكنه مرتبه. تتهني تتهني يا مدام على هالسكنه. امتى فاضي تروح تشوف الشغل؟ امتى ما بدك مدام، امتى ما بدك. انا ما بتفرق معي بتاتا، انت اختاري اي يوم بتريدي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. عظيم. اليوم شو اليوم؟ اليوم 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 تنين تنين تنين. مر لك انا لعندي يوم الخميس. انا بامر عيونك يا مدام. تاخذ رعبون؟ اعوذ بالله، ليش الرعبون؟ بكير لسه مدام، ولو كلمتنا هي الرعبون. على كل حال خذ هذا الربط كلام. إذا هيك ما فينا نخجلك. خلينا نكسبك بكاسة شاي يا شكري. نعم معلم. الله يرضى عليك، جيب إبريق شاي. شباب حاضر حاضر. معلش معلش ما في داعي، بس لا تنسى الموعد يوم الخميس الساعة 5. أعوذ بالله، شو أنسى؟ نحن كلمتنا طابو مدام، الخميس الساعة 5 إلا 5 بتلاقيني مشكوك شك قدام باب فيلتك. الساعة 5 تمام بتلاقيني عم دق الجرس. في جرس هنيك مو هيك؟ إيه في جرس. حلو. في كلاب؟ لا ما في كلاب، اطمن. إيه لأني ما بحب الكلاب. طيب يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مدام ويخليكي مدام ناصك. الله معك، مع السلامة. الله يحرسك إلهي. يا عيني على كابر. أكابر والله. لك مين هي معلم؟ مين هي؟ لك هي. روح لها، روح على شغلك العمى، مو بقيان الا يلعبني بالبيضة والحجر. لك هي هي. يسلموا لي لكابر. أهلين وسهلين ومرحبتين يا مدام، أهلا وسهلا شرفتي، يا ميت مرحبا. أبو العز
نعم. بتعرف تفتح باب مقفول؟ ولو يا مدام، هي شغلتنا. شغلتنا نحن نفتح الابواب المقفوله والقفول المراقبه والشبابيك السمنانه، بقى شو المطلوب؟ للاسف يا ابو العز اليوم ضيعت شنطايتي وفيها الباسبور والمفاتيح. شو الحكي؟ وان شاء الله ما فيها مصاري؟ مبلغ بسيط يعني 2000 دولار، قول المصاري مو مشكله، المشكله ماني عارفاني كيف بدي فوت على الفيلا. ايه ولا يهمك مدام، ولا يهمك شو الشغله، بسيطه كثير. يا شكري اعطيني شنطايتي العده الله يرضى عليك والحقني. تفضلي مدام غالي برخص لك. يا اهلا وسهلا ومرحبا. شو صار معك؟ يعني قديش انا شفت ابواب بحياتي مثل هالباب ما شفت ولا عيني رأيت، متنح متنح تماما، ما ادري شو قصته. يعني معقولة ما ينفتح؟ لا ولو مدام، شو ما ينفتح؟ ما عندي بواب ما بتنفتح ابدا، ولو بس انت طولي بالك شوي مدام، هات الفك مربع يا ولد. بإيدك معلم. ايوه بإيدي الواحد بينسى. اطمني يا مدام، اطمني، بده ينفتح ورجله فوق انفصلاته كمان. الله يسلمك، ما قلت لك بده ينفتح؟ شايف ليش انفتح معي؟ شايف؟ تفضل. والله ما في لزوم، ليش هتسألي مدام؟ الله يخلينا ياكي. تستاهل انت يا ابو العز. يسلمك يا رب. بتريدي شيء ثاني مدام؟ لا يسلموا ايديك، بس لا تنسى موعدنا ها؟ يوم الخميس الجاي. ولو يوم الخميس الجاي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. يا اهلين وسهلين، يخلينا ياكي الهي. يا اهلين، شكرا كثير. الله يسلمك. امشي امشي، شبكك الثاني، شبك شبنا. لا تاخذي مدام، الله معك، خاطرك، مع السلامة. كأني شمم ريحة طبخة مو طبيعية. شلون يعني؟ هلا أنت متأكد إنه الست نازك هي صاحبة الفيلا؟ شي؟ مين صاحب الفيلا لك؟ لا مو هيك. هلا هي قالت إنه ضيعت شنطيتها والمصاري مو. يا شكري، عم فكر بكلامك، يمكن كلامك صحيح، لأنه فعلا هيك قالت. آه شلون لكان طالعت من دزدان المصاري وناورتك الإجراء؟ لا من هالناحية بجوز يكون معها جزدان تاني، يعني للفراطة. لك يا عمي هدول جماعة مرتاحين إلا ما يلتقى معهم أكثر من جزدان. ليك معلمي، نحن فتحنا باب الفيلا لوحدة، ما منعرف إذا كانت صاحبته ولا لا. هلا يا شكري لا تخلي الفاري يلعب يعبي. لا معلم، ليش هيك انا عم بحكي لك؟ لانه انا بزماني شفت فيلم واحد زلمه عمل حاله صاحب فيلا، راح لعند الحداد قال له في عندي الخزنه مقفوله. فعلا ما كذب خبر، اجى الحداد معه فتح الخزنه اخذ اجرته ومشي، وهداك لطش كل شيء فيها وقبع رقيد. شو هالحكي؟ فيلم اجنبي هاد؟
لا معلم شو نسيت؟ هي براية 88 فعلا؟ ايه العمى والله حكى كبير الخيم يا شكري. شو بدنا نعمل هلا؟ معلم انا فكري انه ندق على الباب بس وينك؟ بنعمل حالنا ناسيانين شي غلط. ايه ما في مانع؟ ما في خسارة تفضل. ها مدام دخيلك لا تأخذينا. خير شو بكون؟ يمكن نسينا المفكون سبحان الذي لا ينسى. شو؟ مفكون نسينا. هيكو معلم هيكو. لقيته؟ لقيته؟ لا دخيلك لا تأخذينا عدم مؤاخذة. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. لك آخ آخ لك تضرب تضرب انت وهالافكار شو محتي العمى هذا شكل وحده حراميه هاد سبحان الذي خلق لها الوش الملائكي ما احلاه شو بعرفني معلم انا هيك ظني اسمع ولا اسمع انت من هلا ورايح محرم عليك تشوف تلفزيون العمى على العالي اذا شفت بمرايا زلمه محتال مو معناتها كل الناس محتالين سودت وشنا قدام المدام الله يسود وشك امشي قدامي امشي يعني خمس دقايق ليوصلوا يلا خير شو في مدام؟ نسيتي جزدان بالبيت؟ أنا جزدان؟ الجزدان اللي كان بإيدي إيه بسيطة خانم خلينا نطلع من هون لك وين بدنا نروح؟ الهوية بقلب الجزدان مين أنتم؟